المباراة التي ستكمل المشهد في المربع الذهبي، والأعلام التونسية والأعلام السعودية وأعلام الدول العربية المشاركة ترتفع هنا في هذه الصالة، صالة الأميرة سمية بنت الحسن في قلب مدينة الحسين للشباب. إذن لحظات، وأنقل الميكروفون إلى الزميل العزيز صايل الغبين للتعليق على أجواء الشوط الأول من هذه المباراة التي تبدأ بعد قليل بين الترجي التونسي ونادي الوحدة السعودي. ألقاكم بين الشوطين، والميكروفون الآن للزميل صايل الغبين. إذا شكرا للزميل العزيز محمد قدري حسن في أرضية الملعب. سيداتي أنساتي سادتي، أهلا وسهلا بكم عبر قناة الأردن الرياضية والتي تنقل لكم لقاء الوحدة السعودي والترجي التونسي ضمن لقاء الدور الثمانية من بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية 35 للأندية أبطال الدوري للرجال. تشكيلة الفريقين، نادي الوحدة السعودي يلعب بحسين الصياد 99، محمد عيد 2، أحمد علي هزازي بالرقم 4، أحمد الزهراني بالرقم 5، محمد آل عباس بالرقم 9، محمد آل سالم 16، عبد المجيد هوساوي 17، علي آل إبراهيم 18، أنيس محمودي 20، ماجد أبو الراحة 23، تركي الأنبعاوي بالرقم 33، وحسن الخضراوي 39، حسين محيسن 77، وعباس الصفار 87، عبد الرحمن المولد 89، ونواف مطيري بالرقم 96. أما مدرب الفريق فهو محمد القرشي، ويساعده المعز بن محفوظ، ومحمد سعيد وكريم بالطيب هو المعالج الطبيعي للفريق. أما فريق نادي الترجي التونسي فيدخل أجواء هذا اللقاء بحميدي عيسى 14، أحمد البدوي بالرقم 1، محمد الغربي بالرقم 5، محمد الحشيشة 6، رمزي المجدوب 7، إدريس الدربسي 12، محمد العايدي 13، بلال العبديلي 15، وائل الطرابلسي بالرقم 18، جهاد عرعار بالرقم 20، أسامة البوغنامي 21، عبد الحق صالح 25، أيمن حماد 27، وطارق جلوز 29، وشفيق الزقير بالرقم 43، وأسامة الجزيري بالرقم 92. أما مدرب الفريق فهو الشادري الجمني، يساعده نجيب بن تاير، ومعالج الفريق هو نعيم الهمامي. أما حكام هذا اللقاء محمد الألفي من مصر، ويزن فتح الله وغيث العتوم من الأردن، حكام احتياط منصور السويدي، وخالد الشيب من قطر، وعبد الرحيم الزهروي من المغرب. لحظات إن شاء الله وتبدأ أحداث هذا اللقاء المثير بين الوحدة السعودي ونادي الترجي التونسي. الفائز إلى دور النصف النهائي. المباراة التي سبقت هذه المباراة استطاع فيها المجمع البترولي الجزائري أن يقتنص الفوز، وبالتالي يذهب ويتأهل للدور نصف النهائي بعد فوزه على رجاء أكادير المغربي ب31 مقابل 24 نقطة. أما مفاجأة هذا اليوم فكانت في فوز برقان الكويتي على الكويت الكويتي ب21 مقابل 20 نقطة. الغرافة القطري يتفوق أيضا على قطر القطري بنتيجة 31 مقابل 20. إذن ثلاث فرق تأهلت، هي المجمع البترولي الجزائري، وبرقان الكويتي، والغرافة القطري. وننتظر من هذا اللقاء، اللقاء الرابع في هذا اليوم، ننتظر الفائز والمتأهل للدور نصف النهائي. كذا اللحظات إن شاء الله
وتنطلق احداث هذا اللقاء بين فريقي الوحدة السعودي وفريق الترجي التونسي. حقيقة نادي الوحدة السعودي قدم مباريات كبيرة مع أنه احتل المركز الثالث مع في المجموعة الأولى برصيد النقطتين. أيضا نادي الترجي التونسي حل بالمركز الثاني وبرصيد 4 نقاط، بينما هذا اللقاء الآن وهنا الأجواء والجمهور الذي يساند كلا الفريقين لنتعرف إن شاء الله على من سوف يتأهل للدور نصف النهائي. هذه هي بعض الجماهير الحاضرة هنا في صالة الأميرة السمية والتي تشجع وتؤازر كلا الفريقين. هنا أيضا الحضور في المنصة الرسمية وبعض كبار الزوار الذين يأمون هذه الصالة في هذا التجمع العربي الخالص بتواجد فرق عربية لها كل الاحترام والتقدير، وأيضا هنا تجتمع الخبرات، هنا تجتمع الألفة والمحبة العربية هنا في عمان، القلب النابض الذي دائما وأبدا ما يحمل العشق ويحمل المودة والمحبة لكل العرب. تجتمع كل العرب هنا في صالة الأميرة سمية في هذه البطولة، بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية 35 للأندية أبطال الدوري للرجال، وهذه البطولة التي تقام وسوف يسدل الستار على أحداثها في الثالث من الشهر القادم بانتظار صافرة حكم هذا اللقاء محمد الألفي من مصر، والذي يقود صافرة هذا اللقاء صالة الأميرة سمية. هذا المكان الجميل وهذا المكان الرائع وهذا المكان الذي دائما وأبدا ما ينجح في استضافة الوفود العربية في جميع البطولات. قبل هذه البطولة كانت هناك بطولة الطائرة للمنتخبات العربية للناشئين 15 والتي توج بها المنتخب المصري وحل وصيفا المنتخب البحريني. اليوم يلتقي العرب مرة أخرى هنا في هذه الصالة في بطولة أخرى هي بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية 35 للأندية أبطال الدوري للرجال. إذن انطلقت الآن المباراة وفريق نادي الوحدة السعودي من يمتلك الآن الكرة، نشاهد التبادل للكرات وأيضا الحكم يشير لخطأ، خطأ لمصلحة نادي الوحدة السعودي الذي يلعب على يسار السادة المشاهدين، بينما فريق نادي الترجي التونسي يلعب على يسار السادة المشاهدين. وهنا محاولة للاختراق والمرور ولكن أيضا خطأ مرة أخرى لمصلحة اللاعب علي آل إبراهيم اللاعب رقم 18. ما زال فريق نادي الوحدة بتبادل المراكز بالتقاطعات بالمحاولات، ويا سلام يا سلام على تسديدة جميلة ورائعة من أنيس محمودي، وهنا الانطلاقات السريعة لمحاولة وكرة وهدف، هدف والرد السريع يأتي من المبدع دائما وأبدا أسامة الجزيري، أسامة الجزيري صاحب 13 هدف في هذه البطولة مع نادي الترجي التونسي. الآن نادي الوحدة السعودي والمحاولة والتصويبة، ولكن أيضا حكم اللقاء يشير لخطأ، إذن خطأ لمصلحة أحمد الهزازي. نسمع الأناشيد ونسمع أيضا الهتافات الجماهيرية ونسمع التشجيع والمؤازرة، وهنا نادي الوحدة السعودي من يمتلك الكرة يبحث عن المخروج وأيضا يصوب، ولكن حكم اللقاء يشهر البطاقة الصفراء على لاعب الترجي التونسي محمد العائدي. هنا الإعادة وهنا أيضا الخطأ وهنا محاولة وتصويبة ولكن خارج الملعب.
كانت هناك من محاولة من أحمد الهزازي، وهنا ينادي الترجي التونسي، ويا سلام يا سلام يا أسامة الجزيري مرة أخرى ينجح بالتسجيل لمصلحة نادي الترجي التونسي. أسامة الجزيري الآن يضيف هدفين في هذا الشوط، الشوط الأول، وبالتالي إذن هدفان لهدف ولمصلحة نادي الترجي التونسي. شاهدوا الضغط وشاهدوا أيضا الترقب من مدرب فريق نادي الترجي التونسي الشاذلي الجميني. ما زال نادي الوحدة يبحث عن التعديل ويبحث عن إضافة الهدف الثاني، ولكن أيضا خطأ، وهنا تشجيع ومؤازرة من دكة بدلاء نادي الترجي التونسي. الكرة الآن على الطرف الأيسر إلى وائل، محاولة تصويبة ولكن لخارج الملعب، وهنا أيضا الكرة ومحاولة تصويبة وهدف. إذن هدف لمصلحة فريق نادي الترجي التونسي، ثلاث أهداف مقابل هدف. يا سلام على هذه الكرة، الكرة التي أرسلت من بلال العبدلي، العبدلي ينجح بإضافة الهدف الثالث لمصلحة فريق نادي الترجي التونسي. بداية كانت قوية من نادي الوحدة، لكن العودة كانت من نادي الترجي التونسي الذي عاد للمباراة. وهنا الآن المحاولات والكرات والتمريرات من جانب نادي الوحدة السعودي للبحث عن المخرج، ولكن شاهدوا الضغط الدفاعي الكبير، وشاهدوا أيضا الصلابة الدفاعية والتغطية رجل لرجل ماتومان. وهنا أيضا نشاهد أيضا الأخطاء المتكررة والتي يرتكبها دائما وأبدا لاعبو فريق نادي الترجي التونسي. هنا محاولة الآن من رمزي المجدوم، وأيضا خطأ يحتسبه الحكم محمد الألفي، محمد الألفي يحتسب خطأ اللاعب نادي الترجي التونسي وائل الطرابلسي. والآن نادي الوحدة السعودي من جديد، عباس الصفار حاول تصويبه وهدف، هدف لمصلحة نادي الوحدة السعودي. عبد المجيد هوساوي، الله يا عبد المجيد هوساوي، غمز الكرة في الشبكة. شاهدوا اللقطة وشاهدوا الارتقاء وشاهدوا السرعة والقوة في التصويب، وبالتالي الآن النتيجة بثلاثة أهداف لهدفين، وناجي الترجي التونسي من يستحوذ الآن في هذه اللحظات على الكرة، تبادل للكرات. وهنا شاهد أيضا التنظيم الدفاعي من قبل لاعبي نادي الوحدة السعودي بكرة جميلة ملعوبة وهدف، هدف جميل من محمد الحشيشة، محمد الحشيشة إذن يأتي بهدف لمصلحة فريق نادي الترجي التونسي. من جديد الآن نادي الوحدة السعودي يتخلف الآن وبفارق هدفين، أربعة أهداف مقابل هدفين. وهنا نادي الوحدة السعودي على الجهة اليسرى محاولة للدخول، ولكن أيضا الكرة مقطوعة بشكل جيد، وشاهدوا هنا الفاصل بريك السريع والكرة، ولكن أيضا مخالفة المشي بالكرة على عبد الحق صالح، ارتكب خطأ المشي بالكرة، وبالتالي إذن الهجمة تتحول من جديد لمصلحة نادي الوحدة السعودي. وهنا أيضا الخطأ المشي على محمد آل عباس لتتحول الهجمة من جديد لمصلحة نادي الترجي التونسي، وأيضا خطأ وبطاقة صفراء. إذا البطاقة صفراء على حسين المحسن، هنا شاهد أيضا تبديل حسين المحسن ودخول نواف المطيري، هنا الإعادة للخطأ، والآن الكرة بحوزة فريق نادي الترجي التونسي على الجهة اليمنى، كرات ومحاولات وتبادل للمراكز، ولكن أيضا مشاهدة التنظيم الدفاعي والتغطية الدفاعية من جانب لاعبي نادي الوحدة السعودي
سبع دقائق تقريبا على مجريات هذا الشو، وهنا ايضا الخطأ، الخطأ لمصلحة احمد البدوي. هنا محاولة وتصويبة، ولكن يا برافو برافو لحارس المرمى محمد آل سالم، افضل حارس في بطولة اسيا السابقة. بدأت الاخطاء وبدأت ايضا البطاقات الصفراء، شاهدنا ثلاث بطاقات صفراء، بطاقتين للترجي التونسي مقابل بطاقة لنادي الوحدة السعودي. نتمنى أن تكون الريح الرياضية حاضرة هنا في هذا اللقاء، ونتمنى أيضا أن تكون الإثارة والندية بين الفريقين. هنا نادي الترجي التونسي يحاول بكرة جميلة ملعوبة على الجهة اليمنى، ولكن الكرة طارت، الكرة طارت على محمد الحشيشة. مرة أخرى نادي الوحدة السعودي إلى عبد المجيد هوساوي بكرة جميلة ولكن مقطوعة، تعود مرة أخرى في قبضة أنيس محمودي إلى نواف المطيري، مرة أخرى إلى عبد الرحمن المولد. الآن نادي الوحدة السعودي بدأ يهدئ من رتم المباراة، وبدأ الآن يبحث عن المخرج، يبحث عن الطريقة التي يصل بها لمرمى وشباك حمدي عيسى. هنا محاولة من جانب نادي الوحدة السعودي وأيضا خطأ، خطأ لمصلحة نادي الوحدة السعودي. شاهدنا اللقطة وشاهدنا أيضا الإصابة، وأيضا هنا هدف، هدف لنادي الوحدة السعودي، وهنا أيضا محاولة سريعة من نادي الترجي التونسي. يا سلام يا سلام على هذا الارتقاء وهذه الجمالية في التصويب من أيمن حماد. حماد شاهدوا بلقطة جميلة وبكرة غمزها في مرمى وشباك محمد آل سالم. التقدم الآن بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ونادي الوحدة على الجهة اليمنى. وهنا أيضا شاهدنا المدرب محمد القرشي، مدرب فريق نادي الوحدة السعودي. نادي الوحدة يحاول، وهنا كرة تصويبة جميلة، تصويبة جميلة، وأيضا نشاهد الإبعاد. إذن أيضا الإبعاد على لاعب نادي الترجي التونسي، وهدف أتى بطريقة جميلة من علي آل إبراهيم. علي آل إبراهيم إذن يأتي بهدف لمصلحة نادي الوحدة السعودي. ونادي الترجي الآن يلعب بالنقص العددي بعد استبعاد لاعب الفريق أسامة الجزيري. وهنا أيضا محاولة، ولكن أيضا الكرة مقطوعة سريعة لمصلحة المنتخب ومصلحة نادي الوحدة السعودي، وهنا أيضا هدف، هدف جميل ورائع وملعوب بشكل جميل من ماجد آل أبو رحى، صوب الكرة بعد أن شاهد المرمى فارغا. وبالتالي الآن نادي الترجي ومن يستحوذ على الكرة. شاهدنا أيضا المدرب الفريق التونسي الشاذلي الجميلي أخرج حارس المرمى ليعوض النقص العددي في الفريق. الآن يدخل إذن حارس المرمى، حارس مرمى نادي الترجي التونسي يدخل ويدافع عن مرمى بعد أن تلقى الفريق هدف بخروجه نتيجة إبعاد اللاعب أسامة الجزيري. هنا كرة ومحاولة وتصويبة وهدف، إذن هدف، هدف وتعادل من جديد بستة أهداف لكلا الفريقين. شاهدوا الطريقة التي والتكتيك الذي يلعب به الشاذلي الجميلي. في حالة الهجمة يقوم بإبدال حارس المرمى
وبحالة بحالة دفاعية نشاهد أن الحارس يرجع مرة أخرى للملعب وللمباراة. هنا المحاولة الآن من جانب فريق نادي الترجي التونسي. أسامة البوغنامي في وسط الملعب، محمد الحشيشة، محاولات للدخول للتصويب، وكرة جميلة وتصويبة ولكن أقرب للاعب النادي الوحدة السعودي أحمد علي هزازي. هذا هو الحارس محمد آل سالم، أفضل حراس آسيا في البطولة السابقة، وأيضا الآن الفريق يبحث عن التسجيل ويبحث عن الهدف السابع. نادي الوحدة السعودي تبادل للكرات، هنا أيضا محاولة نواف المطيري وهدف. إذا نادي الوحدة السعودي ينجح في التسجيل، وهنا أيضا العودة لمصلحة نادي الترجي التونسي، ولكن الكرة اصطدمت بالمرمى واصطدمت بالقائم الأيسر لتخرج لخارج الملعب. ونشاهد أيضا دكة بدلاء نادي الوحدة السعودي وحارس المرمى نواف المطيري الذي يشد من أزر فريقه، وأيضا يريد أن يرفع الحالة المعنوية في الفريق بعد هذا التقدم الآن بسبعة أهداف مقابل ستة. نادي الوحدة السعودي الآن في محاولة لتسجيل الهدف الثامن له في هذا الشوط، الشوط الأول، وهنا أيضاً كرة جميلة وهدف، هدف لمصلحة نادي الوحدة السعودي، وأيضاً الكرة والتسرع الذي لازم لاعبي نادي الترجي التونسي مما أفقدهم التركيز وأفقدهم الآن الخسارة وبفارق هدفين بعد أن كان الفريق يتقدم وبفارق ثلاثة أهداف، الآن هو متخلف وبفارق هدفين. ولكن نادي الترجي التونسي نادي كبير وبإمكانه العودة في أي وقت من أوقات هذا اللقاء. محاولات أسامة الجزيري إلى رمزي المجدوب، ولكن أيضا التغطية الدفاعية لاعب للاعب محمد العباس كان أمام وائل الطرابلسي. هنا كرة ولكن أيضا خطأ لمصلحة فريق نادي الترجي التونسي. الحارس والابتسامة من محمد آل سالم، محاولة تصويبة، أعلى الكرة السابقة، أعلى التصويبة والكرة السابقة الجميلة من محمد العائدي، محمد العائدي وهدف، هدف لمصلحة فريق نادي الترجي التونسي. الآن النتيجة 8-7. كرة من جديد لنادي الوحدة السعودي، محمد آل عباس. عباس الصفار على الجهة اليمنى، محاولات لمصلحة نادي الوحدة السعودي الذي يبحث الآن عن الهدف التاسع. محاولة تصويبة قوية لا تصد ولا ترد، الله على هذه الكرة، الله على هذه التصويبة وهذه الجمالية وهذه القوة من حسين المحسن الذي صوب وبنجاح. وهنا العودة، العودة السريعة من فريق نادي الترجي التونسي الذي يضيف الهدف الثامن. مباراة جميلة ومباراة مثيرة ومباراة رائعة بين الفريقين هنا في صالة الأميرة السمية. الفريقان يتنافسان وبكل حماس وبكل قوة هنا للفوز والتأهل للدور نصف النهائي. وبين هذا وبين ذاك نتمنى أن نشاهد مباراة جميلة ومباراة رائعة وقوية ومثيرة بين كلا الفريقين. تمريرة رائعة ولكن أيضا الخطأ، خطأ المسك، وبالتالي الكرة لمصلحة علي آل إبراهيم أبرز لاعبي فريق نادي الوحدة السعودي. هنا محاولة من الجهة اليسرى، تصويبة قوية وهدف،
هدف ياتي عن طريق عبد المجيد هوساوي، والكره من جديد لمصلحه فريق نادي الترجي التونسي الذي يبحث الان عن التسجيل والتصويب، ولكن يصطدم بحارس المرمى بلال العبدلي. حاول ولكن محمد آل سالم كان له في المرصاد. هذا هو محمد آل سالم حارس المرمى، والتنبيه ايضا من حكم المباراه محمد الألفي لحارس المرمى بالاستعجال في التمرير الكره. نادي الوحدة السعودي الآن يمتلك الكرة، تصل إلى علي الإبراهيم تصويبه، ولكن حارس المرمى يتصدى، إدريس الدربسي يتصدى، والكرة الآن من جديد على الجهة اليمنى، محاولة لفريق نادي الترجي التونسي، محاولة وتصويبه وهدف. هدف يأتي عن طريق عبد الحق صالح، عبد الحق صالح يسجل الهدف التاسع لفريق نادي الترجي التونسي. شاهدوا اللقطة وشاهدوا أيضا التصويبة والهدف الذي يأتي لمصلحة فريق نادي الترجي التونسي. 18 دقيقة تقريبا على مجريات الشوط الأول من هذا اللقاء، اللقاء الرابع في هذا اليوم، اللقاءات الثلاثة الأولى. المجمع البترولي الجزائري يتأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز ب 31 مقابل 24 على رجاء كادير المغربي. وهنا محاولة وتصويبة بشكل جميل من محمد عيد، و 11 مقابل 9. وهنا تصويبة، ولكن أيضا القائم، ما لك يا قائم وما لهذا المرمى الذي يقف سدا منيعا أمام تصويبات نادي الترجي التونسي. شاهدنا الكثير الكثير من الكرات، ولكن هذا هو حال كرة اليد، إما أن تكون الكرة في المرمى، وإما أن تكون وتصطدم بالقائم، وإما أن تخرج خارج الملعب، وبالتالي فكل الاحتمالات واردة. ولكن سوء الطالع ما يلازم لاعبي نادي الترجي التونسي بالتصويبات التي دائما وأبدا ما يكون لها القائم في المرصاد. هنا أيضا الخطأ، محمد الألفي حكم المصري الذي يدير هذا اللقاء بكل ثقة واقتدار. وهنا الكرة لمصلحة نادي الوحدة السعودي، تصل إلى علي آل إبراهيم. نادي الوحدة الآن يبحث عن التسجيل، يبحث عن الطريقة السالكة لمرمى إدريس الدربيزي. هنا الإعادة، وهنا أيضا الخطأ الذي ينفذ الآن، وهنا تصويبة، والتسرع كان من علي الإبراهيم والترجي التونسي، وأيضا خطأ، ويبدو أن هناك إبعاد، إبعاد على عباس الصفار لاعب نادي الوحدة السعودي. وبالسلامات لأيمن حماد، أيمن حماد الآن على أرضية الملعب، ونشاهد أيضا الإبعاد. والخطأ والإبعاد لماجد أبو الرحى لاعب نادي الوحدة السعودي الذي يلعب الآن بست لاعبين. هنا محاولة وتصويبة وهدف، هدف لمصلحة نادي الترجي التونسي عن طريق طارق جلوز. طارق جلوز يأتي ويسجل وينجح بإضافة الهدف العاشر. نادي الوحدة السعودي الآن في محاولة لتسجيل الهدف الثاني عشر، 10 دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول. وهنا أيضا المحاولة من تركي الأنبعاوي، محاولة للتصويب، ويا سلام على الكرة الجميلة والتمريرة الرائعة، ولكن التصدي من إدريس الدرابيسي.
الترجي التونسي ومحاولة، ولكن أيضا حكم اللقاء يشير لخطأ. إذا خطأ من جديد لمصلحة فريق الترجي التونسي ولمصلحة محمد الحشيشة أبرز لاعبي الفريق. تنفذ الكرة على الجهة اليمنى إلى التركي ياسر، هنا جميلة هنا ملعوبة، لكن أيضا الخطأ يحتسب خطأ وأيضا الإبعاد ولمدة دقيقتين. إذن الإبعاد لأنيس محمودي اللاعب والمحترف التونسي في فريق نادي الوحدة السعودي، الآن يخرج بالإبعاد. الفريق الآن يلعب بخمسة لاعبين، ومحاولة الآن والخطأ لمصلحة الترجي التونسي. هنا محاولة ولكن التمريرة والاستقبال لم يكن بالشكل المطلوب من جهات عرعار. نادي الوحدة السعودي، وهنا الجمهور وبعض الفرق التي تحضر هذا اللقاء في صالة الأميرة سمية. نادي الوحدة يحاول في هذه اللحظات أن يقتنص هدف، أن يسجل، وأيضا خطأ. إذن خطأ ولمصلحة علي الإبراهيم، وإذن الكرة ورمية الجزاء. أيضا الكرة والمحاولة الآن لمصلحة فريق نادي الترجي التونسي. كرة ومحاولة وتصويبا، ولكن حارس المرمى يتصدى. يا سلام يا سلام، حارس المرمى محمد آل سالم شهد التصدي، وببراعة للكرة السابقة وللتصويبة التي كانت من بلال العبدلي. والكرة الآن من جديد لمصلحة فريق نادي الوحدة السعودي، 12-10. حكم هذا اللقاء هو البوسني أرمور كونغ كينغ، حكم البوسني يساعده محمد الألفي من مصر. هنا تصويبة، تصويبة وهدف جميل جميل جدا من محمد العباس، شاهد الارتقاء والتصويب الناجح. وهنا ايضا الابعاد، ابعاد ولمده دقيقتين على لاعب نادي الوحده السعودي حسين الصياد هداف الفريق. وبالتالي اذا الابعاد والخطا لمصلحه نادي الترجي التونسي. على الجهة اليمنى إلى عبد الحق صالح، تبادل للكرات والمحاولة وأيضا الخطأ المشي بالكرة، والهجمة تتحول لمصلحة فريق نادي الوحدة السعودي. 7 دقائق تقريبا على نهاية مجريات هذا الشوط، الشوط الأول من عمر هذا اللقاء الذي يجمع فريقا الوحدة السعودي والترجي التونسي، لنتعرف من خلاله على الفريق الذي سوف يذهب للدور نصف النهائي. أسامة البوغنامي إذن الكرة الآن لمصلحة نادي الوحدة السعودي على الجهة اليمنى. هنا الكرة والتمريرة تصل إلى أنيس محمودي، محترفان في فريق نادي الوحدة السعودي، المحترف أنيس محمودي من تونس وأيضا المحترف البحريني حسين الصياد. حسين الصياد الذي 16
14 هدف، وأليس محمود لديه 19 هدف، وهنا كرة جميلة وهدف، هدف لمصلحة فريق نادي الترجي التونسي. أسامة البوغ النامي يسجل الهدف 11 لنادي الترجي التونسي وحيدا أمام حارس المرمى محمد آل سالم، وبالتالي النجاح بالتسجيل. فريق نادي الوحدة إذا يلعب بخمس لاعبين بعد الإبعاد لحسين الصياد. هنا الكرة والمحاولة الآن لمصلحة فريق نادي الوحدة بكرات ومحاولات وتصويبة، تصويبة جميلة للوحدة السعودي، وأيضا التصويبة كانت من جانب الترجي التونسي وإلى خارج الملعب. حسين المحسن صوب وبنجاح في مرمى وشباك إدريس الدربسي، وبالتالي الآن 14 مقابل 11 والفارق إذن لثلاثة أهداف. ونادي الوحدة الآن في محاولة للتسجيل، وهو الذي استطاع في اللحظات الأخيرة من عمر هذا الشوط أن يعود وبكل قوة للمباراة وأن يسجل، وبالتالي يوسع الفارق الآن لثلاثة أهداف. الشوط مع الدقائق الأولى من هذا الشوط كانت لمصلحة نادي الترجي التونسي، ولكن ما لبث نادي الوحدة السعودي أن عاد للمباراة واستطاع أن يلملم الأوراق وأن يسجل ويعيد تنظيم مواقعه الخلفية ويزيد من هجماته التي أسفرت عن الأهداف وأسفرت كذلك عن التفوق الآن وبثلاثة أهداف. والآن نادي الترجي الوحدة السعودي على الجهة اليمنى وتصويبة، ولكن تصدي من أحمد البدوي، أحمد البدوي حارس نادي الترجي التونسي تصدى وببراعة على الكرة السابقة، كرة محمد آل عباس. جهاد عرار في وسط الملعب، نشاهد الآن التقاطعات ونشاهد أيضا المحاولة وتصويبة جميلة من محمد العايدي. التفريغ تفريغ المكان والطريق السالكة التي وجدها محمد العايدي ليسجل وبنجاح في مرمى محمد آل سالم، 14 مقابل 12. نادي الوحدة السعودي الآن يحاول، هنا محاولة وتصويبة وكرة ناجحة وهدف، هدف عن طريق عباس الصفار، عباس الصفار يسجل وبنجاح. هنا الإعادة لهذا الهدف، وبالتالي الآن 15 مقابل 12. اللحظات الأخيرة من عمر هذا الشوط، الشوط الأول من هذا اللقاء الذي يجمع الترجي التونسي والوحدة السعودي. وهنا أيضا كرة ومحاولة، ولكن أيضا خطأ كما يشير حكم اللقاء عمار كونغ جاكيم. وهنا أيضا الكرة والتصويبة وإلى خارج الملعب. الله على هذا الهدف، كرة أرسلت من حارس المرمى، محمد آل سالم يتصدى ومحمد آل سالم أيضا يسجل هدف جميل. الله يا محمد آل سالم مع هذا الهدف. أيضا نشاهد الوقت المستقطع الذي يطلبه مدرب فريق نادي الترجي التونسي الشادري الجمري. هدف جميل من حارس المرمى، من المرمى إلى المرمى، وهدف لمصلحة نادي الوحدة السعودي، 16 مقابل 12. والوقت المستقطع الأول في هذا الشوط، دقيقتان ونصف
على نهاية مجريات الشوط الأول من هذا اللقاء، والنتيجة 16 مقابل 12 لمصلحة نادي الوحدة السعودي. العودة الآن للمباراة، من يمتلك الكرة الآن؟ نادي الترجي. الترجي التونسي الذي يلعب بألوانه الحمراء الموشحة باللون الأصفر، أما نادي الوحدة السعودي فيلعب بألوانه الحمراء الموشحة باللون الأبيض. كرة على الجهة اليمنى، أحمد البدوي في وسط الملعب، جهاد عرعاب، محمد العايدي، هنا محاولة، وشاهدوا الرقابة اللصيقة رجل لرجل الآن من جانب لاعبين هذه الوحدة السعودي، وائل الطرابلسي، وائل يحاول، ومرة أخرى القائم للمرة الرابعة القائم يتصدى لكرات نادي الترجي التونسي. عبد الحق صالح يصوب، وأيضا الخطأ بالسلامات للاعب نادي الوحدة السعودي عبد الرحمن المولد. هذا هو عبد الرحمن المولد، بالسلامات لجميع اللاعبين في أرضية الملعب. هنا الإعادة وهنا التصويب، وأيضا شاهد القوة الدفاعية لنادي الوحدة السعودي في هذه اللحظات. نادي الترجي التونسي، محمد الحشيشة، تبادل الكرات مع وائل الطرابلسي، أيضا خطأ، شفيق الزقير، محاولة ولكن أيضا خطأ، خطأ لمصلحة نادي الترجي التونسي، هنا الخطأ لمصلحة عبد الحق صالح. صالح شاهد أيضا الخطأ، ودقيقة ونصف تفصلنا عن نهاية الشوط الأول من عمر هذا اللقاء. ونادي الوحدة السعودية الآن يلعب باللاعبين بعد الإبعاد، الخطأ مرة أخرى لفريق نادي الترجي التونسي. وائل الطرابلسي إلى أيمن حماد، وهنا محاولة وكرة جميلة من فوق حارس المرمى محمد آل سالم، وبالتالي الآن نادي الترجي التونسي يصل الهدف رقم 13. هنا الإعادة وهنا التفريق وأيضا التصويب في المكان الرائع ومن فوق حارس المرمى محمد آل سالم. 16 مقابل 13 ونصف دقيقة تقريبا على نهاية مجريات الشوط الأول من هذا اللقاء الذي يجمع نادي الوحدة السعودي بنظيره نادي الترجي التونسي. وهنا نشاهد أيضا تايم أوت يطلبه مدرب نادي الوحدة محمد القرشي. الوقت المستقطع الذي يريد من خلاله محمد القرشي مدرب نادي الوحدة أن يحافظ على هذا التقدم، وأن يحافظ أيضا على فارق الثلاث أهداف، ويريد أن يستغل الوقت المتبقي بالاستحواذ قدر الإمكان على الكرة حتى يذهب لاستراحة ما بين الشوطين، وهو يتقدم وب 16 مقابل 13 بفارق 3-0. إذا الآن العودة للمباراة والكرة بحوزة لاعبي نادي الوحدة السعودي.
عبد المجيد هوساوي إلى حسن الخضراوي، تبادل الكرات، عباس الصفار، علي آل إبراهيم، وهنا محاولة عبد الرحمن المولد ينجح بإضافة هدف لمصلحة نادي الوحدة السعودي، وهنا تصويبة وأيضا خطأ والإبعاد لمدة دقيقتين، الإبعاد لمدة دقيقتين على لاعب نادي الوحدة السعودي علي آل إبراهيم، يخرج بالإبعاد ولمدة دقيقتين. وعبد الحق صالح لاعب نادي الترجي التونسي على أرضية الملعب، هنا الإعادة وهنا أيضا الإصابة، ثلاث ثواني على نهاية هذا الشوط، والخطأ الآن لمصلحة نادي الترجي التونسي. وائل الطرابلسي، عبد الحق صالح، محاولة الآن نادي الترجي، وبالفعل إذن ينتهي الشوط الأول بتقدم فريق نادي الوحدة السعودي وب 17 هدف مقابل 13 لفريق نادي الترجي التونسي. لحظات إن شاء الله ونعود معكم مع مجريات الشوط الثاني من هذا اللقاء. وما تبقى لنا الآن أن أترك الصوت والصورة للزميل محمد قدري حسن في أرضية الملعب. شكرا اكيد الزميل عزيز صايل غبين، ما زلنا معكم على الهواء مباشره عبر قناه الاردن الرياضيه عبر شاشه التلفزيون الاردني، وتحيه لكم من هنا من صاله الاميره سميه بنت الحسن هنا في قلب مدينه الحسين للشباب في قلب العاصمه عمان. اجواء ما بين الشوطين مباراه الوحده السعودي مع الترجي التونسي، قمه مبكره 17 مقابل 13 نتيجه الشوط الاول لصالح الوحده السعودي، نتيجه ربما مفاجئه بنظر مراقبي فريق نادي الترجي الذي فاز بكاس السوبر هنا في عمان ويتطلع للاحتفاظ بلقب هذه البطوله. الدكتور زين العابدين بن هاني امين السر العام للاتحاد الاردني لكره القدم مدير هذه البطوله، اولا يعني تعتبر هذا التقدم 17 مقابل 13 للوحده على حساب فريق كبير كالترجي نتيجه مفاجئه؟ بعتقد لا، مش نتيجه مفاجئه. الوحده فريق لا يقل اهميه وقوه عن الترجي التونسي، الوحده حقق قبل اقل من شهر المركز الرابع في بطولة العالم للأندية، يمتلك لاعبين على سوية عالية، دائما كرة اليد البطولات اليد العربية أو الآسيوية تبدأ من الدور الثاني، فممكن الفرق هي بالدور الأول هي جانب تكتيكي أكثر لمعرفة ومعرفة لاعبينها المحترفين، وبالتالي الدور الثاني هو يبدأ. أنا من وجهة نظري هي البطولة الفعلية، وبرقان كان مثال حي على ذلك اليوم. أنا فجر أكبر المفاجآت. برقان أنا بصراحة برقان فريق مجتهد مجد، حقق مفاجأة كبيرة جدا، خاصة أنه فاز على بطل الدوري الكويتي لست سنوات، نادي الكويت الكويتي لم يخسر من ست سنوات في البطولات الكويتية، برقان عمره أربع سنوات، ومع ذلك بجد اللاعبين واجتهاده من ذكاء المدرب وقدرته على إدارة لاعبيه بشكل جيد استطاع أن يحقق الفوز والانتقال لدور الأربعة. هذه تعتبر مفاجأة كبيرة، لكن صدقا نهنئ نادي برقان على ذلك. هناك ملاحظة أن فرق المجموعة الأولى متفوقة على فرق المجموعة الثانية، يعني فرق المجموعة الأولى حتى أن تعرفنا على الغراف القطري، برقان الكويتي، المجمع الرياضي البترولي الجزائري، ثلاثة فرق كانت في المجموعة الأولى تأهلت معنا إلى الدور نصف النهائي للمربع الذهبي، وربما يلحق بها فريق الوحدة السعودي ويصبح أربعة فرق لعبت في الدور الأول في مجموعة واحدة تتأهل معنا للمربع الذهبي على حساب أربعة فرق كبيرة كالترجي وكذلك كفريق الكويت الكويتي ورجاء أكادير المغربي ونادي قطر القطري. ونادي قطر القطري ببساطة نظام القرعة والمجموعات وتصنيف الفرق في الأدوار الأولى ما اعتمد، لأنه مش كل الفرق بتشارك في البطولات العربية بشكل منتظم، فكان هنالك ترتيب بناء على المستويات، لكن هذا الترتيب وهمي
لهذا السبب أفرزت المجموعة الأولى فرق أقوى من المجموعة الثانية. الدور الثاني أوضح ذلك بشكل كبير جدا، ونادي الوحدة اليوم أو في هذه المباراة قاعد بوضح للجميع أنه فعلا فرق المجموعة الأولى هي فرق أكثر تميز من فرق المجموعة الثانية. لو أردنا نتعرف على مباريات يوم الاثنين المقبل، الغراف القطري سيقابل الفائز من هذه المباراة بين الوحدة وفريق الترجي التونسي عند الساعة الثالثة أو الساعة الخامسة مساء، وبرقان الكويتي سيقابل المجمع الرياضي البترولي الجزائري. هل تعتقد أن يعني المباراة أو فريق الجزائري له قدرة أكبر من فريق برقان، يعني حدود برقان عند النصف النهائي، أم ربما يعني يكمل برقان المغامرة في هذه البطولة؟ بصراحة نتائج الدور الأول التقوا الفريقين، فاز نادي البترول الجزائري، بنفس الشيء مباراة وحدة والغرافة فاز نادي الغرافة، لكن أعتقد دور الأربعة شيء آخر، فبالتالي أنا بتوقع أنه برقان راح يغلب بشكل كبير جدا الفريق الجزائري، ومن الممكن بشكل كبير جدا أن يفوز. أنا بعطي 48% لبرقان 52% للفريق الجزائري. يوم الأحد راح يلعب الكويت الكويتي على المراكز من 5 إلى 8 مع فريق جمعية قدير أو رجاء قدير المغربي، وهذا لا يربي طموحات فريق نادي الكويت أكيد. بكل تأكيد، خاصة أنه عنده استحقاق قادم قوي جدا، هي بطولة الأندية الآسيوية في 4/11 في كوريا الجنوبية المؤهلة لأندية العالم. لكن برضو الكويت الكويتي بيغيب عنه 4 لاعبين مميزين بإصابات، موجودين مع الفريق يتم تأهيلهم في الأردن، يتم تأهيلهم في هذا المجمع الرياضي، مجمع كرة اليد سمو الأميرة سمية لكرة اليد في صالة الحديد في التابعة للاتحاد. وردنا نتحدث، كنتم قبل قليل في بطولة أو في صالة قصر الرياضة، فريق عمان يفوز ب 41 مقابل 26 على حساب نادي الأربيل العراقي. كيف وجدت تلك المباراة وكيف تجد هذه الانطلاقة لنادي عمان الذي فاز على النبك السوري أمس يفوز اليوم على فريق أربيل العراقي؟ مباراة البارحة مختلفة، الفريق لعب بكامل لاعباته واستطاع أنه يحقق فوز. اليوم فريق عمان بدأ بالتشكيل الأساسية أول 10 دقائق، بعدين لعب بالفريق الصف الثاني، خاصة أنه فريق أربيل العراقي أقل مستوى من نادي عمان بشكل كبير جدا، والمدرب محمد فضل نوع من لاعباته بشكل متكرر وحقق النتيجة استعداد لمباراة بكرة. مباراة بكرة مهمة جدا اللي هي راح تقام الساعة 7 هون في صالة الأميرة سمية ضد نادي الشرطة السوري. مباراة نادي الشرطة السوري يعني غدا 3 مباريات في صالة الأميرة سمية. نعم. هناك استراحة للرجال و3 مباريات. نعم. للسيدات، المجمع الرياضي البترولي الجزائري مع النبك السوري، حرثة الأردني مع أربيل العراقي. نعم. وشرطة السوري مع عمان الأردني. أنا أعتقد أن الكفلة توقيت المباراة 3/5/7 3/5/7 الدعوة متاحة والجمهور بالمجان، وأنا أعتقد بالحضور للجميع من المجان. أعتقد أنه البترول الجزائر هو أقرب بكل تأكيد، فريق قوي جدا، اليوم حقق فوز الأول أو فوز الثاني آسف على وصالح فريق على ضد نادي حرثة بطل الدوري الأردني. 30-31 نتيجة اعتبرها الدكتور تيسير المنسي نتيجة عادية ومشرفة. بكل تأكيد نادي البترول الجزائر فريق جدا متفوق ومميز، فاللي قدمه نادي حرثة اليوم خاصة كان متفوق في فترات طويلة في المباراة، لكن خبرة اللاعبات ونوعية اللاعبات الموجودين في النادي الجزائري لديهم خبرة كبيرة جدا في مثل هذه البطولة، فبالتالي نتيجة حرثة تعتبر نتيجة جيدة جدا. أعتقد أن هذا مفتاح لنادي حرثة وانه ممكن ينافس على المركز الثاني هو ونادي عمان، هي ما اعتقد انه مباراتهم الفاصله الا اذا نادي عمان حقق مفاجاه امام نادي الفريق الجزائري، هون تكمل المركز الاول. نعتبر فريق المجمع الرياضي البترولي الجزائري في طابق وباقي الفرق ربما، او لنقل عمان وحرثه واحد الفرق السوريه في طابق اخر. نادي الشرطه السوري لا يقل اهميه عن الفرق الاردنيه بصراحه، لكن نادي البترول الجزائري متفوق بصراحه. نوعية اللاعبات اللي استقطب لاعبتين مميزات من المنتخب التونسي، هذا كله يؤثر بشكل كبير جدا على سير المباراة، قدرة المدربين على إدارة المباراة وسير المباراة اللي تحكم. لهذا السبب وجدنا أنه في المنتصف الثاني من الشوط الثاني تفوق النادي الجزائري بشكل جيد على النادي من عمان، وحث على مستوى استعداد فرصة للصعود إلى منصة التتويج، وإن شاء الله نتأمل يكون الفريقين على منصة التتويج، ونتمنى أنه أحدهم يكون هو بطل هذه البطولة. بخصوص نقل المباريات من صالة الأميرة سمية من قصر الرياضة إلى أربد يوم الثلاثاء المقبل، حدثنا بالتفاصيل عن تلك المباريات يوم الثلاثاء المقبل. أربيل العراقي سيقابل النبك السوري، والمجمع الرياضي الجزائري سيقابل الدرك من جيبوتي، وحرثة سيقابل الشرطة السوري في صالة الحسن في مدينة إربد 3/5/7. نعم، هذه المباريات بناء على طلب نادي حرثة والاتحاد الأردني أنه نقيم بعض مباريات بطولة السيدات في مدينة إربد، خاصة أن القاعدة الجماهيرية لنادي حرثة هناك
مشكور الاتحاد العربي وافق على نقل هذه المباريات. المباريات ستقام جميعها في مدينة الحسن في إربد في الصالة الجميع معروفة، راح تكون الأبواب مفتوحة للجميع، وأعتقد الصالة راح تكون ممتلئة بالجماهير. يوم الثلاثاء المقبل ندعوكم للمشاركة في صالة الحسن في مدينة إربد من الثالثة وحتى تقريبا التاسعة مساء اليوم لكرة اليد العربية النسوية الأردنية في صالة الحسن في مدينة إربد. وسيكون هذا اليوم ممتع بوجود الجماهير. بصراحة الجماهير في مدينة إربد جماهير عاشقة لكرة اليد ومتعطشة لرؤية الفرق العربية الأخرى. حاولنا احنا مع الاتحاد العربي أن ننقل أغلب مباريات هذه البطولة، لكن لبعض الإمكانات اللوجستية المتعلقة بالفنادق وغيرها كان هذا صعب جدا أن ننقل المباريات، لكن برضو بأكد أن الاتحاد العربي وافق على نقل يوم كامل من مباريات السيدات، وتقام مباراة مهمة لنادي حرثة ضد نادي الشرطة السوري. من هذا فيها يوم ما يضع الحرثة في مربع متقدم او في جانب متقدم وعلى منصة التتويج. بكل تأكيد فوز ان شاء الله نادي حرثة سيضعهم على منصة التتويج. لهذا انا بدعو الجماهير العاشقة لكرة اليد جماهير الشمال ان تعزل فريق نادي حرثة الأردني، وهذا مهم جدا بالنسبة لكرة اليد الأردنية أن نعود للمنصات التتويج وتعود كرة اليد الأردنية لمسارها الحقيقي، اللي نحن كاتحاد نسعى إلى أن نضع بصمة في هذه الفترة إن شاء الله على البطولات العربية وفي القادم إن شاء الله في البطولات الآسيوية. اليوم شاهدنا الجمهور السعودي، شاهدنا الجمهور التونسي، والدعوة متاحة للجماهير العربية لتكون حاضرة إن شاء الله. مشكور طبعا، دائما الفرق السعودية دائما ما تلاحقها الجماهير، نتمنى أنه يزداد العدد خاصة في الأدوار النهائية أنه يكون في عدد أكبر من الجماهير. وبرضو أنا من هذا المنبر أنا بدعو اللاعبين المدربين الأردنيين أنه يحضروا هذه المباريات ليشاهدوا كرة اليد الحديثة من تكتيك خططي من طرق تعامل المدربين مع أوقات المباريات الصعبة. للأسف أنا بحكيها من هذا المنبر أنه قليل جدا من المدربين الأردنيين من اللاعبين الأردنيين بيحضروا هذه المباريات. ندعوك لدعوتهم الآن. احنا دائما ندعوهم، وجهنا دعوه لجميع اعضاء الهيئه العامه لجميع الاشخاص المتعلقين في لعبه كره اليد والانديه لحضور هذه المباريات. نتامل انهم يحضروا هذه المباريات خاصه بدءا من الادوار القادمه، ستكون ادوار جدا مميزه. هل يكتفون بالمشاهده عبر القناه الرياضيه ربما؟ ممكن يكون هذا السبب الرئيسي اللي بشكركم دائما عليه، لكن برضه من الميدان تكون امتع مشاهدة بالملعب، تكون أكثر متعة، وخاصة أن يكون قريب من الاحتكاك باللاعبين، مشاهدة اللاعبين، نوعية اللاعبين، البنية الجسدية للاعبين والتكتيك الخطط العالي اللي بنشاهده في هذه المباراة. دكتور، إلى أي حد يعني تعتقد أنه نقل مباريات هذه البطولة على الهواء مباشرة يشجع الفرق، يشجع منظومة كرة اليد الأردنية وكذلك العربية؟ بصراحة وجود القناة الرياضية ونقل هذه المباريات تعطي زخم كبير جدا لنقل ثقافة كرة اليد للأسرة الأردنية. من هذا المنبر صدقا أنا بشكر التلفزيون الأردني ممثلا بإدارته، ممثلا بالقناة الرياضية، وبشخصكم الكريم اللي كان دور كبير جدا لكم في أنه ننقل مثل هذه المباريات. ونتأمل أنه يبقى هذا التعاون وهذه الشراكة قائمة حقيقية في نقل برضو مباريات الدوري الأردني القادم. أنا أعتقد الدوري الأردني القادم اللي سينطلق إن شاء الله في بداية شهر 11 سيكون ساخن جدا هذا الموسم. بدي أشكرك دكتور زين العابدين المنهني مدير البطولة وأيضا أمين السر العام للاتحاد الأردني لكرة اليد، كل أمنية التوفيق لحرثة ولعمان ولباقي الفرق العربية. شكرا لكم، شكرا للتلفزيون الأردني للإخوة جميعا، بارك الله فيكم. إذا مباشرة للزميل صايل الغبين والتعليق المباشر على الشوط الثاني 17 مقابل 13 للوحدة السعودي على الترجي التونسي بطل كأس السوبر العربي، وطبعا بكاميرا زميلنا نضال العوضات. هذا هو المشهد هنا في صالة الأميرة سمية بنت الحسن، أجواء ما قبل بداية مباراة أو الشوط الثاني من مباراة الترجي مع الوحدة. مباشرة إلى الزميل صايل الغبين، ألقاكم بعد المباراة مباشرة. الزميل صايل. إذا سيداتي آلساتي سادتي، عدنا والعود أحمد مع مجريات الشوط الثاني من هذا اللقاء الذي يجمع نادي الترجي التونسي بنادي الوحدة السعودي في الدور ربع النهائي. ونادي الترجي التونسي وهدف، هدف لمصلحة فريق ناجي الترجي التونسي عن طريق عبد الحق بن صالح. عبد الحق بن صالح ينجح بالتسجيل لمصلحة فريق ناجي الترجي التونسي 17 مقابل 14. والمباراة الآن في شوطها الثاني، وهنا أيضا نادي الوحدة السعودي محمد ماجد أبو الرحى جناح الأيسر في نادي الوحدة السعودي. من جديد إلى نواف المطيري، كرات ومحاولات، وهنا كرة
ولكن ايضا الخطا. وهنا نشاهد ايضا مدرب فريق نادي الترجي التونسي المعز. نجيب بن ثاير هو مدرب فريق نادي الترجي التونسي. وايضا الابعاد لهذا المدرب الذي يشاهد المباراه الان من المدرجات. وهنا كره وهدف، هدف لمصلحه فريق نادي الترجي التونسي عن طريق اسامه الجزيري. هنا الارتقاء والتصويب وبنجاح بمرمى محمد آل سالم. 17 مقابل 15 والآن الفارق لهدفين. ونادي الوحدة السعودي من يمتلك الكرة إلى حسين المحسن، حسن الصياد المحترف البحريني في نادي الوحدة السعودي، يرتقي يصوب وبنجاح. إذا وأيضا نشاهد الإبعاد، إبعاد لفريق لاعب نادي الترجي التونسي أيمن حماد. أيمن حماد يغادر الملعب بالإبعاد ولمدة دقيقتين. ونادي الترجي التونسي يلعب بخمسة لاعبين. عبد الحق بن صالح وإلى الطرابلسي، تبادل للكرات في وسط الملعب، محاولة الآن وكرة تصويبة ولكن أيضا تصدي جميل من حارس المرمى وخطأ، خطأ لمصلحة ناجي الترجي التونسي. وإلى الطرابلسي يحاول يصوب، يا سلام على حارس المرمى محمد آل سالم لاعب وحارس مرمى نادى، وحاول التصدي للعديد من الكرات، كرات نادي الترجي التونسي. وهنا محاولة وأيضا خطأ، خطأ لمصلحة وائل الطرابلسي. هنا الخطأ الذي احتسبه الحكم مصلحة وائل الطرابلسي، والكرة لخارج الملعب وتصويب وهدف، هدف هدف جميل من حسن الصياد الذي اصطاد المرمى وبهدف بعد ان شاهده فارغا من حراسة المرمى للمرة الثانية. نادي الوحدة السعودي ينجح بإضافة هدف بهذه الطريقة. إذن حسن الصياد وجد المرمى فارغا وبالتالي صوب الكرة وبنجاح. 19 مقابل 15 هنا الإعادة، شاهدوا الإعادة وشاهدوا الهدف الجميل من حسين الصياد. نادي الترجي التونسي تصويبه، عبد الحق بن صالح يضيف هدف لنادي الترجي التونسي. إذن عبد الحق بن صالح يضيف هدف، 19 مقابل 16. مباراة مثيرة ومباراة جميلة بين كلا الفريقين، هدف من هنا وهدف من هناك، من سوف يتأهل للدور نصف النهائي. وهنا كرة ومحاولة وأيضا خطأ، هنا النادي الوحدة السعودي يحاول في هذه اللحظات وأيضا خطأ لمصلحة حسين المحسن.
مرة أخرى تبادل للكرات، وهنا أيضا محاولة من حسين المحسن وأيضا خطأ. وإذا رمية جزاء لمصلحة حسين المحسن. تقدم لتنفيذ الكرة أنيس محمودي المحترف التونسي الذي سجل لنادي الوحدة 19 هدف. أيضا محاولة تصدي من حارس المرمى، التصدي إذا من حارس مرمى نادي الترجي التونسي أحمد البدوي. تسعة عشر مقابل 17 نادي الترجي التونسي إذا يقلص الفارق بعد وصل الفارق لأربعة أهداف. الآن الفارق لهدفين والمباراة سجال بين كلا الفريقين. ونادي الوحدة التونسي هنا محاولة الآن لنادي الوحدة وتصويبه، ولكن أيضا خطأ لنادي الوحدة السعودي. هنا الإعادة ورمية جزاء حسين المحسن. حسين وبأسلوب جميل حسين ينجح بإضافة هدف لمصلحة نادي الوحدة السعودي. حسين المحسن صوب وبنجاح رمية الجزاء لم يستطع أحمد البدوي أن يفعل معها أي شيء في الكرة السابقة. 20 مقابل 17 وثمان دقائق تقريبا على مجريات الشوط الثاني من هذا اللقاء. طارق جلوز، وهنا أيضا مخالفة المشي بالكرة وكرة سريعة لمصلحة نادي الوحدة السعودي، وهدف عن طريق حسين الصياد. حسين ينجح بإضافة هدف 21 مقابل 17. وهنا كرة وتصويبة وهدف، هدف للترجي التونسي. أيمن حماد يضيف الهدف رقم 18 لنادي الترجي التونسي. مباراة مثيرة، مباراة قوية بين كلا الفريقين. حسين المحسن إلى حسين الصياد، مرة أخرى عباس الصفار، حسين المحسن إلى عباس الصفار، والصراع على الكرة والخطأ في نهاية المطاف ينفذ بشكل جميل من علي آل إبراهيم. حسين المحسن تصويبة، ولكن أيضا تصدي من أحمد البدوي. والكرة الآن والهجمة تتحول من جديد لمصلحة فريق ناجي الترجي التونسي في هذه اللحظات. هنا محاولة وهنا كرة جميلة وهدف، للمرة الثانية ينجح أيمن حماد ينجح بإضافة هدف. الفارق الآن لهدفين 21 مقابل 19، والكرة بحوزة لاعبي نادي الوحدة السعودي. حسين المحسن اللاعب رقم 77، نادي الوحدة في هذه اللحظات يبحث عن المخرج، يبحث عن الطريق لزيارة شباك أحمد البدوي. وهنا أيضا خطأ لعباس الصفار. عباس الصفار إلى حسين المحسن، هنا محاولة من عباس الصفار يحاول وأيضا خطأ. نادي الوحدة السعودي يحاول بكرة وأيضا التصدي من أحمد البدوي. الهجمة الخاطفة السريعة لنادي الترجي التونسي وتصويبة، ولكن محمد آل سالم يتصدى للكرة السابقة. محمد آل سالم أفضل حارس
في بطولة الأندية الآسيوية إلى جانب محمد عيد الصبيحي أفضل صانع ألعاب في آسيا. وهنا كرة مقطوعة وهجمة خاطفة سريعة ولكن أيضا مقطوعة بشكل جميل جدا من عبد الحق بن صالح، ومحاولة من أيمن حمد. عبد الحق بن صالح على الجهة اليمنى، المحاولة الآن للترجي التونسي. عبد الحق بن صالح يترك الكرة إلى بلال العبيدري، بلال العبدري، محاولة وهدف، هدف عن طريق أيمن حماد. أيمن حماد ينجح بإضافة هدف لمصلحة نادي الترجي التونسي، 21 مقابل 20. وأيضا نشاهد التايم أوت الذي يطلبه مدرب نادي الوحدة السعودي محمد القرشي. نادي الترجي التونسي عاد وبقوة في الشوط الثاني ليقلص الفارق لهدف في هذه اللحظات. وبالتالي نشاهد الآن محمد القرشي مدرب نادي الوحدة يطلب الوقت المستقطع لمعالجة الأخطاء. بعض من الجماهير الحاضرة هنا في صالة الأميرة سمية. إذن وقت المستقطع الفني ينتهي، وبالتالي العودة لأجواء اللقاء من جديد. نادي الوحدة السعودي أنيس محمودي، عبد المجيد هوساوي، علي آل إبراهيم. كرات ومحاولات من جديد إلى حسين المحسن، صراع على الكرة وهدف ولكن ملغى. الهدف الذي سجل عن طريق علي إبراهيم يلغى، والحكم يطلب الآن تنفيذ الكرة من مكان حدوث الخطأ. حسين الصياد على الجهة اليمنى، محاولة الآن لفريق نادي الوحدة السعودي والخطأ لمصلحة حسين المحسن. هنا أيضا نشاهد المعز نجيب بن ثاير مدرب فريق نادي الترجي التونسي. نعيب بن ثاير يوجه الفريق من المدرجات. هنا أيضا الكلام بين محمد القرشي والمعز بن محفوظ مدربا فريق نادي الوحدة السعودي. الكل يبحث في هذا الشوط عن الفوز والبحث عن الدور نصف النهائي بين كلا الفريقين، نادي الترجي التونسي. والكرة من أيمن حماد، اللاعب رقم 27، مرة أخرى إلى عبد الحق بن صالح، إلى بلال العبدلي. الكرات والمحاولات الآن من جانب فريق نادي الترجي التونسي للتسجيل وتقليص الفارق، وهنا أيضا الخطأ والإبعاد ولمدة دقيقتين. إذن الإبعاد الآن على عبد الرحمن المولد. إذن عبد الرحمن المولد لاعب نادي الوحدة السعودي يخرج في هذه اللحظات لخارج الملعب. 22 مقابل 20، وأيضا رمية الجزاء ورمية الست أمتار لنادي الترجي التونسي. محمد حشيشة
أيمن حماد يستعد لتنفيذ رمية الست أمتار. محمد آل سالم يحاول التصدي وكرة هدف. 22 مقابل 21. حقيقة نادي الترجي التونسي دخل في الشوط الثاني بصورة مغايرة لما كان عليها في الشوط الأول، عاد بقوة، قلص الفارق، قام بتنظيم صفوفه وتنظيم الهجمات، وبالتالي الآن نشاهد النتيجة والفارق، نتحدث عن 22 مقابل 21 بعد أن كان الفارق لأربعة أهداف. وهنا أيضا محاولة من جانب فريق نادي الوحدة السعودي الذي يبحث في هذه اللحظات على الهدف، وبالفعل يأتي عن طريق حسن الصياد، هذا الصياد الماهر الذي دائما وأبدا ما يقتنص الفرص ويقتنص ويصيد الأهداف وبكل براعة وبكل سهولة، هذا اللاعب والمحترف البحريني في نادي الوحدة السعودي. نادي الوحدة حل في المجموعة الأولى ثالثا وبرصيد نقطتين. أما فريق نادي الترجي التونسي فحل في المركز الثاني وبرصيد أربع نقاط في المجموعة التي تضم الكويت الكويتي ورجاء أكادير المغربي وقطر القطري. أبرز مفاجآت هذه البطولة هو فوز برقان الكويتي على فريق الكويت الكويتي وفي 21 مقابل 20 ليتأهل للدور نصف النهائي فريق نادي برقان الكويتي. هنا الآن الكرة والمحاولة على جهة اليسرى، هدف عن طريق بلال العبيدري. إذن بلال العبدري يسجل، هنا الإعادة وهنا التصويبة الناجحة في مرمى وشباك محمد آل سالم. الشوط الآن ينتصف و15 دقيقة تبقت على مجريات الشوط الثاني لمعرفة من سوف يتأهل للدور نصف النهائي من هذه البطولة. الفرق المتأهلة هي المجمع البترول الجزائري، برقان الكويتي، الغرافة القطري. النتيجة 23 مقابل 22 وهنا أيضا تصويبة وخطأ لحسين الصياد. حسين المحسن يحاول وأيضا خطأ. وهنا تصويبة قوية ولكن أيضا ماذا يقول الحكم؟ إذن خطأ، يعني الخطأ لمصلحة نادي الوحدة ولمصلحة أحمد هزازي. هنا الإعادة وهنا أيضا الخطأ الذي يحتسب لمصلحة فريق نادي الوحدة السعودي. الخطأ الآن ينفذ من علي آل إبراهيم، عباس الصفار إلى حسين المحسن، تبادل للكرات وهنا أيضا المحاولة ولكن أيضا خطأ. نادي الوحدة السعودي يبحث في هذه اللحظات عن إضافة الهدف رقم 24 وهنا كرة، ويا سلام يا سلام على هذه اللقطة وعلى هذه الكرة والهدف الذي يأتي عن طريق علي آل إبراهيم. علي آل إبراهيم ينجح بالتصويب لمصلحة فريق نادي الوحدة السعودي، 24 مقابل 22، مباراة ممتعة
مباراة مثيرة بين كلا الفريقين. من جديد بلال عبدلي إلى أيمن حماد ولكن الخطأ كما يشير حكم هذا اللقاء. هنا أيضا محاولة وخطأ على حسين الصياد. أبرز لاعبي فريق نادي الوحدة السعودي والذي استطاع أن يسجل 16 هدف في الدور الأول. ١٨ دقيقة مضت على مجريات الشوط الثاني من عمر هذا اللقاء و 24 مقابل 22. ونادي الترجي التونسي هنا المحاولة للتصويب والتسجيل وبالفعل ينجح لاعب نادي الترجي التونسي أسامة البوغانمي. إذن أسامة البوغانمي ينجح بإضافة هدف وبالتالي الآن 24 مقابل 23. المباراة سجال وهدف من هنا هدف من هناك. الكل يبحث والكل أيضا يريد أن يسجل، يريد أن يتفوق، يريد أن يذهب للدور نصف النهائي. وهنا أيضا الكرة مقطوعة لفريق نادي الترجي التونسي وهدف، هدف التعديل يأتي عن طريق اللاعب عبد الحق بن صالح. عبد الحق بن صالح ينجح بإضافة هدف جميل لنادي الترجي التونسي 24 مقابل 24. المباراة حلوت والمباراة مثيرة وجميلة في هذه اللحظات. نادي الوحدة السعودي يحاول والكرة لحسين المحسن بكرة على الجهة اليمين ولكن الكرة مقطوعة تعود للترجي التونسي الذي يعدل الأمور ويعود لأجواء هذا اللقاء بهدف جاء عن طريق عبد الحق بن صالح الذي أعاد الأمور لتوازنها وعدل الكفة. وهنا الكرة على الجهة اليمنى محاولة من أيمن حماد وتصويبه وهدف. إذن هدف، هدف يأتي عن طريق عبد الحق بن صالح. هنا السعادة على محيى نجيب بن ثاير مدرب نادي الترجي التونسي 25 مقابل 24. والدقائق العشرة الأخيرة من عمر هذا اللقاء دقائق نارية ودقائق قوية. وهنا أيضا تصويبة ولكن حارس المرمى يتصدى. أحمد البدوي يركض فريق نادي الترجي التونسي من هدف وبالتالي الهجمة الآن تتحول لنادي الترجي التونسي الذي الآن يحاول جاهداً أن يوسع الفارق مع نادي الوحدة السعودي وأن يفوز في نقاط هذا اللقاء وبالتالي يعبر وبكل أمان وثقة واطمئنان للدور نصف النهائي. وهنا محاولة وكرة ولكن أيضاً خطأ، خطأ على حسين المحسن. تلعب الكرة على طول على الجهة اليمنى. محاولة الآن لفريق نادي الترجي التونسي. أيمن حماد يحاول، أيمن حماد يصوب ولكن الكرة والتصويبة ذهبت لخارج الملعب. الآن لنادي الوحدة السعودي ولكن من التمريرة كانت متسرعة نوعا ما من محمد آل سالم لتخرج لخارج الملعب. 25 مقابل 24. أحداث دراماتيكية ومباراة جميلة ومثيرة هنا في صالة الأميرة سمية بين كلا الفريقين. نادي الوحدة السعودي بعد أن كان متقدما
وبعد أن كان متفوقا وبفارق وصل إلى 4 أهداف الآن هو يتخلف بفارق هدف ولمصلحة نادي الترجي التونسي، بل الآن يصل الفارق لهدفين بهذا الهدف الذي أتى عن طريق وائل الطرابلسي نجم ولاعب فريق نادي الترجي، 26-24 وتقريبا 7 دقائق على نهاية مجريات هذا اللقاء. وفرحة ما بعدها فرحة عند لاعبي فريق نادي الترجي التونسي، بينما نادي الوحدة السعودي وخيبة الأمل الآن تظهر على محيا اللاعبين بعد أن فقد الفريق البوصلة، بعد أن شاهدنا هذا التراجع الكبير على أداء الفريق، بعد أن كان الفارق وبعد أن كان هذا التفوق وهذا التقدم، الآن الفارق لنقطتين فريق نادي الترجي التونسي. وهذه هي بعض اللقطات وبعض اللمسات الجميلة التي كانت في أرضية الملعب. إذن الوقت المستقطع الذي طلبه مدرب فريق نادي الوحدة السعودي محمد القرشي، إذن 22 دقيقة مضت من عمر هذا اللقاء، وهنا أيضا الهدف الذي أتى عن طريق حسين الصياد المحترف البحريني في نادي الوحدة السعودي. العودة الآن من جديد لأجواء اللقاء، هنا كرة ومحاولة والهدف الذي كان للترجي التونسي، وبعض اللقطات الجميلة من هذه الأهداف في هذا الشوط، الشوط الثاني من عمر هذا اللقاء الذي يجمع فريقا الوحدة السعودي ونادي الترجي التونسي. هنا المحاولة وأيضا حكم المباراة يشير لخطأ، كان خطأ لمصلحة فريق نادي الوحدة الذي الآن يحاول أن يقلص الفارق، وكرة على لمصلحة عبد الرحمن المولد، محاولة وتصويبة ولكن خارج الملعب، وحكم اللقاء أيضا يشير خطأ. ورمية الست أمتار لعلي آل إبراهيم، هذا هو علي آل إبراهيم الذي تحصل على خطأ، ورمية الست أمتار يتصدى لها حسين المحسن، حسين المحسن الآن على تنفيذ هذه الرمية، حسين حاول وينجح في التسجيل، ينجح في تسجيل هدف، 25 الآن لنادي الوحدة السعودي مقابل 26 هدف لنادي الترجي. تدوير الكرة وأيضا نشاهد التايم أوت، إذن تايم أوت لنادي الوحدة السعودي. إذن العودة من جديد لأجواء اللقاء بعد التايم أوت الذي طلبه مدرب فريق نادي الوحدة السعودي محمد القرشي، والنتيجة إذن 26 مقابل 25، وهنا نادي الترجي التونسي الآن يحاول بهذه التمريرات وبهذه الكرات أن يخلخل دفاعات نادي الوحدة السعودي، ولا تصويبة قوية ولكن اصطدمت بالقائم العلوي لتخرج لخارج الملعب، تصويبة من بلال العبدلي
ولكن الكرة اصطدمت في القائم العلوي، تحول الهجمة والفرصة من جديد لمصلحة نادي الوحدة. ماجد أبو الرحى إلى حسين المحسن على الجهة اليمنى، محاولة عباس الصفار مرة أخرى إلى حسين المحسن، اللاعب رقم 77، تبادل للكرات لمحاولة البحث عن الطريقة السالكة للتصويب والتسجيل. نادي الوحدة يحاول وهدف، هدف عن طريق حسين المحسن. التعادل الآن ب 26 مقابل 26 لكل الفريقين. هولتو سويبا، يا سلام يا سلام على هذه الكرة ويا سلام على هذا الهدف. إذن 27 مقابل 26 لمصلحة فريق نادي الترجي التونسي. حسين المحسن إلى عباس الصفار، مباراة قوية ومباراة مثيرة ومباراة جميلة بين كلا الفريقين. حسين المحسن يحاول وأيضا خطأ. 5 دقائق نارية وأخيرة من عمر هذا اللقاء. من المتأخر ومن الذي سوف يمتلك بطاقة العبور للدور نصف النهائي؟ وهنا الكرة وشاهد الدفاع القوي مان تو مان من جانب فريق ولاعبي نادي الترجي التونسي. تلعب الكرة الآن على طول علي آل إبراهيم، تصويبة، ولكن أيضا القائم هنا يتصدى للكرة السابقة، وحارس المرمى محمد آل سالم يخرج من مرماه وأيضا يتحصل على خطأ. هذا اللاعب ما شاء الله اللاعب المتكامل، حارس مرمى يسجل أهداف، يدافع في حالة يكون الفريق أن يكون فريق الخصم مهاجما فهو من يدافع. وهنا أيضا الكرة والمحاولة الآن لنادي الوحدة السعودي. حسين المحسن يترك الكرة إلى علي آل إبراهيم مرة أخرى. حسين المحسن على الجهة اليمنى، محاولة للتصويب وأيضا خطأ وبالسلامات للاعب نادي الوحدة السعودي علي آل إبراهيم. شاهدوا اللقطة وشاهدوا هنا الإصابة التي تعرض لها عباس الصفار. عباس على أرضية الملعب، بالسلامات لجميع اللاعبين. 3 دقائق تقريبا على نهاية مجريات هذا اللقاء، وهنا الجماهير ما زالت تشجع، ما زالت تؤازر، ما زالت تشدو بأعذب الألحان وأجمل الأنغام. وهنا حسين المحسن إذن الآن يقوم بالسلامة، والحكم يسعد لاستئناف أحداث هذا اللقاء. الكرة بحوزة علي آل إبراهيم، أفضل اللاعبين تسجيلا في هذا اللقاء، سجل 6 أهداف. حسين المحسن على الجهة اليمنى إلى عبد الرحمن المولد، تبادل للكرات، محاولة ولكن إذا الكرة مقطوعة تعود سريعة لنادي الترجي التونسي. رمزي المجدوب على الجهة اليسرى، محاولة إلى إدريس الإدريسي ولكن أيضا خطأ. 3 دقائق وتنتهي أحداث هذا اللقاء، ونتعرف من خلالها على الفريق الرابع المتأخر للدور نصف النهائي من هذه البطولة، بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية 35 للأندية أبطال الدوري للرجال. محاولة على الجهة اليسرى ولكن إذا حكم اللقاء يشير لخطأ. 27 مقابل 26، والبدري يصوب ولكن الكرة لخارج الملعب، يطالب بخطأ بلال عبيدري. ولكن الآن الهجمة السريعة الخاطفة لنادي الوحدة السعودي، يا سلام الله على هذا الهدف، على هذه الكرة، على هذه الجمالية في التصويبة السابقة.
حسين المحسن يسجل، وبالتالي الآن التعادل من جديد ب 27 هدف لكلا الفريقين. شاهدوا الإعادة، شاهدوا هنا الارتقاء، شاهدوا القوة في التصويب على يسار حارس المرمى أحمد البدوي، وبالتالي الآن التعادل ب 27 لكلا الفريقين. هنا تصويبة ومحاولة ولكن أيضا خطأ، خطأ كما يشير حكم هذا اللقاء، الحكم البوسني ألبيو بن مود. إذن الخطأ لمصلحة فريق نادي الترجي التونسي. شاهدنا ايضا اسامه الجزيري هداف فريق نادي الترجي التونسي على مقاعد البدلاء. التنبيهات والارشادات المستمره من مدربي كلا الفريقين نجيب بن ثاير، محمد القرشي، اشواط المدربين واللحظات الحاسمه، اللحظات الاخيره من عمر هذا اللقاء، من عمر هذه المباراه. و هنا محاولة الأهلي فريق نادي الترجي التونسي الذي يبحث عن التسجيل، ولكن أيضا حارس المرمى يتألق، محمد السالم يتألق في الكرة السابقة، والكرة من جديد لمصلحة فريق نادي الترجي التونسي. بلال العبيدري إلى أسامة البوغنامي، ولكن أيضا الكرة مقطوعة بشكل جميل من حسين المحسن، يرتقي يصوب، ولكن القائم يتصدى وينقذ فريق نادي الترجي التونسي من هدف محقق. وهنا تصويبه ولكن ايضا خطا، خطا لمصلحه وائل الطرابلسي. وايضا الحكم يشير الى خطا. شاهدنا القائم يتصدى لكره حسين المحسن بعد الانفراد الكامل في حارس المرمى احمد البدوي، ولكن الآن الهجمة ودقيقة أخيرة تفصلنا عن نهاية مجريات هذا اللقاء. من يسجل في هذه الثواني الأخيرة سوف يمسك ببطاقة العبور للدور نصف النهائي، ولكن أيضا نشاهد الآن تايم أوت. إذن التايم أوت في هذه اللحظات لفريق نادي الترجي التونسي. الجماهير الحاضرة هنا في صالة الأميرة السمية التي تشجع وتؤازر كلا الفريقين، وجود الجماهير مطلب أساس في جميع الألعاب في جميع الرياضات. هذا المنظر وهذه الجمالية هنا في صالة الأميرة سمية، وهنا نشاهد أيضا لاعبي نادي الترجي التونسي اللحظات الأخيرة من عمر هذا اللقاء، ولمن سوف تكون بطاقة العبور. هل تكون للترجي أم تكون لنادي الوحدة؟ الثواني الأخيرة هي من سوف تحدد الفائز والفريق المتأهل للدور نصف النهائي. الآن العودة لأجواء اللقاء، والكرة بحوزة فريق نادي الترجي التونسي، أيمن حماد اللاعب الذي تألق وصوب وسجل وبنجاح. وهنا أيضا بعض الأهداف، بعض اللقطات من الشوط الثاني من عمر هذا اللقاء. صافرة الحكم إذن باستئناف الشوط واللحظات الأخيرة. كرة الآن لمصلحة أيمن حماد، محاولة ولكن لخارج الملعب الكرة، والآن لمصلحة فريق نادي الوحدة السعودي. الثواني الأخيرة، هل يكون بها الحاسم هذه الهجمة؟ هل تكون معها نهاية هذا اللقاء؟ نادي الوحدة السعودي إلى علي آل إبراهيم، إلى حسين المحسن بكرات ومحاولات، وهنا كرة، يا سلام، ماجد أبو الرحى يسجل، هو ينجح في التصويب والتسجيل، وهنا أيضا كرة والتصدي،
ويا له من حارس، يا له من حارس محمد آل سالم ينقذ الفريق، وبالتالي نادي الوحدة السعودي ينجح في اللحظات الأخيرة وفي الزفير الأخير من التفوق على نادي الترجي التونسي. شاهدوا اللقطة، شاهدوا هنا الهدف، وبعد ذلك نأتي إلى اللقطة الأخرى، لقطة حارس المرمى محمد آل سالم الذي انقض كالليث كالأسد يدافع ويزأر على المرمى لينقذ فريق نادي الوحدة السعودي من هدف محقق في اللحظات الأخيرة. شاهدوا اللقطة التي معها أتت صافرة حكم اللقاء بفوز نادي الوحدة السعودي بنتيجة 28-27. نبارك إذن للأشقاء نادي الوحدة السعودي، وهارتك أيضا لأشقائنا في تونس، فريق نادي الترجي التونسي الذي قدم مباراة كبيرة، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وجرت الرياح بالفعل بما لا تشتهي سفن نادي الترجي التونسي. لحظات إن شاء الله وننتقل مع الزميل محمد قدري حسن في أرضية الملعب، فإليك الزميل محمد قدري حسن لإجراء بعض اللقاءات مع مدربينا ولاعبينا من كلا الفريقين لأخذ التصور ولأخذ ردات الفعل بعد هذا المشوار وبعد هذا اللقاء الجميل واللقاء المثير الذي أتحفان به كلا الفريقين في هذه البطولة، بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية 35 للأندية أبطال الدوري للرجال. إذن ما تبقى الآن إلا أن نترك الصوت والصورة للزميل العزيز محمد قدري، فإليك أبو جمل. فريق نادي الوحدة السعودي الذي أكمل المربع الذهبي لهذه البطولة، بطولة الأندية العربية التي تحمل اسم الأمير الراحل فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله. نقول مبروك لفريق نادي الوحدة، حظا أوفر لفريق نادي الترجي التونسي الذي احتفل بهويته مرور 100 عام على تأسيسه، وهو اليوم فقد فرصة المنافسة على لقب بطولة الأندية العربية واكتفى بالعودة إلى تونس بكأس السوبر الذي فاز به الأسبوع الماضي على حساب فريق نادي الغرافة القطري. هذا هو المشهد هنا في صالة الأميرة السمية. يعطيك العافية أستاذ محمد القرشي، يعني سعداء، مبروك لهذا الجمهور. والله الحمد لله مبروك. ترى أنا جيت طلعت معاك قبل كم يوم وقلت لك الدوري التمهيدي عندنا إعداد للقدام، واليوم شفت لعبنا كيف قدام الترجي بطل أفريقيا. هذا عمل مدروس ماشي خطوة خطوة، بدأنا المجموعات ما يهمنا من يقابل، اللي يبغى البطولة اللي يقابله الله يحييه. قلت الكلام ذا معاكم مرة ومرتين، واليوم شفتوه على أرض الواقع. اللي عنده زي ذول الرجال واللي يلبس الأحمر والأبيض عمره راسه ما يطيح، اللي يتكلم اللي يدي اللي يناقش اللي صار مدرب في تويتر صار مدرب إيش، إحنا نعمل ما نطالع ورانا نطالع قدامنا، اللي يتكلم ذول ورانا ما يعنينا. معروفة من هي الوحدة، معروف من هو محمد القرشي، أفهمه ترى إحنا نخدم نادي الوحدة مو شيء ثاني. بس عائدون إلى مكة بكأس البطولة، ما هذه الرياضة في الملعب ذي ما ندري مننا اللي يفوز البطولة. احنا شغالين بعمل مدروس، قلنا مباريات المجموعة اعداد القدام، اليوم مع الترجي اقوى منافس في البطولة خرجناه، عندنا يومين نستعد للغرافة، مثل التوفيق نبغى الدعوات من اهل مكة، ما نبغى منهم الا الدعاء، ينزلوا الحرم يدعوا لنا وربي حيوفقنا، يحطوا يدهم في يد واحدة والوحدة تكون فوق بامر الله. الوحدة مع الغرافة وبرقان الذي فجر المفاجأة الدور الغرافة، اللي يجي اللي يبغى البطولة يفوز على الكل، احنا بس نبغى الدعاء. رئيس النادي العمل يسيبوه لنا. هذه الكوكبة من اللاعبين ماذا نقول؟ هذا الاستاذ عبد الله الثقفي المشرف على اللعب. استاذ عبد الله الثقفي اهلا وسهلا فيك. وجه السعد جانا اليوم وجاب الخير معاه. مبروكين على الفوز. السلام عليكم. مبروكين على الفوز. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الله يبارك فيك بعمرك ان شاء الله. شكرا. ماذا يعني فوز الوحدة على فريق فاز قبل ايام بكأس السوبر العربي؟ ما اسمعك معليش. ماذا يعني لكم هذا الفوز اليوم؟
والله فرحة كبيرة وعظيمة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، كل للجميع المساعي بالنجاح بفضل الله ومنته. احنا اشتغلنا شغل عظيم وتوكلنا على إله كريم وربنا أكرمنا والحمد لله رب العالمين. الذين يتابعوننا الآن هناك في مكة المكرمة ماذا تقول لهم اليوم؟ أقول لهم أول شيء ننسب الفضل لصاحب الفضل اللي هو الله سبحانه وتعالى، ثانيا لولا الله ثم فضل دعاهم وجهودهم ومثابرتهم ودعمهم لنا لما كنا، فلله الفضل والمنة ثم لهم جميعا، لهم كل الود والاحترام والتقدير. هذا الجمهور السعودي اليوم، هذا الجمهور العظيم اللي ساندنا نشكره، لهم أحلى وأفضل التحايا. مباراتكم القادمة مع فريق الغرافة خسرتم أمامه في الدور الأول، والله مباراتكم في الدور الثاني يوم الاثنين المقبل أمام الغرافة على الهزيمة يعني قصدك؟ المربع الذهبي. المربع الذهبي، شوف بإذن الله سبحانه وتعالى كلنا أمل بإذن الله أننا نحن نكسب، تعبنا واجتهدنا وبإذن الله سبحانه وتعالى على أهبة الاستعداد على وبإذن الله الفوز لنا بإذن الله. جاهزون للعودة إلى مكة بكأس العرب؟ بإذن الله وحوله وقوته، ما أتينا لذلك يا أستاذي. البطولة حققت أهدافها، اللهم يا رب لك الحمد، ولله الفضل منا ثم لكم، تنظيم رائع، تلفزيون رائع، شعب رائع، أنتم أخواننا وشكرا لكم ما قصرتوا. شكرا لك أستاذ عبد الله الثقفي رئيس نادي الوحدة من مكة المكرمة، أهلا وسهلا بك. يحفظك ربي، أهلا وسهلا. أشوف مجموعة من اللاعبين أيضا نادي الوحدة مبروكين، يعطيك العافية ألف مبروك. الله يبارك فيك. اللي بيشاهدونا في مكة وبيشاهدونا في السعودية ماذا نقول لهم اليوم؟ ألف ألف مبروك للجماهير أهدي هذا الفوز لجماهير نادي الوحدة، عميد الأندية السعودية، وهذا قليل في حقكم صراحة، وإن شاء الله نوعد بالقادم أحسن إن شاء الله، عندنا نصف نهاية الحين إن شاء الله نقابل فريق الغرافة وإن شاء الله نطلع بمستوى زين ونحقق. هل توقعتم الفوز بهذه الطريقة في اللحظة القاتلة؟ والله احنا حظوظنا كانت كبيرة يعني، وكنا متفائلين خير من بداية المباراة، احنا جايين مقاتلين نبغى نفوز في المباراة، الحمد لله رب العالمين، رب وفقنا وفزنا في المباراة. علي آل إبراهيم شكرا لك. حبيبي تسلم. يعطيك العافية كابتن، ماذا تقول اليوم؟ والله الحمد لله رب العالمين، يعني مباراة زي هذه تعتبر يعني من أحلى المباريات اللي اللاعب يلعبها أو إنه يطمح إنه يلعبها، هي بطل السوبر وفريق ترجي التونسي يعني معروف. فزتم على بطل السوبر والمرشح الأكبر للفوز بلقب. إيه هذا شيء يعني مو سهل إنك تقابل فريق زي ده الفريق، يعني كلهم لاعبين على مستوى عالي، والحمد لله رب العالمين الله كرمنا وفزنا. أحييك وأشكرك، يعطيك العافية. حبيبي يعطيك العافية. إذن بكاميرا زميلنا نضال العوضات نشهد المدرجات التي امتلأت بيافطات لفريق نادي الوحدة القادم إلينا من مكة المكرمة، هذه هي فطات نادي الوحدة التي ارتفعت هنا في هذه الصالة مع التذكير بمباريات يوم الاثنين المقبل الغرافة القطري مع الوحدة السعودي عند الساعة 5 مساء، برقان الكويتي مع المجمع الرياضي البترولي عند الساعة 7.